بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية باسم خاص ويقدم على كافة أعضاء الجامعة وكل مكونات وهيئة الجامعة الدروسية للتعليم. رحب بالسادة رؤساء الجمعيات، السادة نائب الرئيس، مندوبي الجمعيات من كل المستويات، السادة رؤساء رابطات وبعض أعضاء رابطات الموجودين، كل السيدات والسادة الحضور، السيدات والسادة الموجودين، وسائل الإعلام الموجودة اليوم، حضرتكم أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فعاليات إنجاز العام العادية الخاصة بالجامعة الدروسية لكرة القدم. في البداية باش الإنسان يحترم على راتب الأوردر اللي يجوا قبل ما نعطي كلمة بسيطة، أستسمحكم للمشاركة على جدول أعمال الإنجاز العام العادية اللي سنقول لكم اللي موجود هنا. لما شكون يعارض يعارض جدول الأعمال نعتبرها مشاركة الإجماع. مرحبا بكم مرة أخرى في الجلسة العامة العادية. تعرفوا الجلسة العامة العادية هذه كنا نفكر في البداية باش نعملوا زوج جلسات عامة باش نعملوها بعد التأسيس المؤسسي اللي فات في بعض تو ناخذ جزئين لأنه ما احنا في في ستة شهور تقريبا باش نعملوا زوج جلسات عامة. هذاك علاش تقريبا معناها بعد فيكم حاولنا نجمعهم زوج باش نصدقوا على التأسيس اللي فاتوا باش الجزئين تكون أسهل على الجميع. الجامعة الدروسية لكرة القدم هي اسم على مسمى، هي تحاول دائما تكون جامع بين مختلف الأندية على مسارحها أقوى وفي جميع المستويات والأقسام. حاولت الهيئة الرياضية اللي هي تنظم النوع يعني الرابطات الوطنية والجهوية بمستويات مختلفة تكون في المستوى المطلوب وفي المناسبة الحد الهمي كل الأندية اللي حققت أهدافها. نقول حققت أهدافها يعني هي تحصل على مراتب اللي تحب عليها، سواء كان تيتر، سواء كان مرتبة أهل المسابقات الفقهية، سواء كان صعود من قسم إلى قسم، سواء كان مانديا من قسم إلى قسم. لأن الأهداف مختلفة، أنا نجم نقول جيت الرابع حققت الهدف نتاعي وجيت الثاني ما حققتوش. يعني كل إنسان كيفاش يرسم الأهداف نتاعو في بداية الموسم، وبالتالي نهني كل الأندية التونسية اللي حققت أهدافها واللي يرى أنه الأهداف نتاعو والطموحات نتاعو ما تحققتش، إن شاء الله تتحقق في المواسم الرياضية المقبلة. أما نجي باش نطول برشا باش نعمل عرض بسيط على نشاط الجامعة في جزء بسيط للأمور المادية، وبعد ما تخلي نتكلم عن تقريب ورق الحسابات ونتبين الموجود في العرض دي. جامعة الدروسية لكرة القدم هي هيكل رياضي له أريحية مالية، نجح باش يتجاوز الصعوبات اللي بدات تقريبا 18 سنة التالي في دولة فينا في الموازنات تكون إيكيليبري، إلى أن ولد عندنا فائض محترم من موسم إلى آخر، وهذا بفضل تضافر مجهودات الجميع، ماهيش مجهودات شخص بعينه، وإنما مكتب الجامعة ككل، إدارة الجامعة، وأكيد معناها كل مكونات الجامعة التونسية لكرة القدم اللي ساهمت في تحسن الوضعية المالية من سنة إلى سنة إلى أن أصبحت وضعية مالية مريحة. 28 مليار، 51 مليار و60 مليار، بما يفيد تطور الميزانية 32 مليار من سنة إلى ثلاث سنوات الأخيرة. مجموع المصاريف تشوفوا حتى زادت المداخيل، قيل تقريبا مصاريف ما زدناش برشا، يعني 31 40 38 برغم من سنه كاس عالم وسنه كاس عالم اكابر واواسط، واول مره نمشيو في اواسط اكابر في نفس السنه الرياضيه لكاس العالم، وبالنسبه وما استحق ذلك من تحضيرات، ولكن المصاريف كانت معقوله. وكم تشوفوا معناها زادت المصاريف مداخيل 52 مليار في ثلاث سنوات، بينما المصاريف زادت فيها 7 مليارات في ثلاثة. هذا كان من بين الاسباب اللي خلت عندنا فائض مالي نتيجه صافيه الا 2 بالنسبه لسنه الكوفيد، مع 21 22 ومع 22 22 23 بما يعطي انه تم تسجيل نتيجه صافيه جمليه قدرها 31 مليار خلال الثلاث سنوات المتتاليه. وهذا عملنا الجرافيك تقريبا تطور الميزانيه واضح من سنه الى
إلى سنة، وهذا عائد إلى عدة مسائل من ضمن الحاجات البسيطة ربما أنه تقريبا ولينا حتى لي كومبيتيسيون تاعنا أن جينيراتور دو ريسورس، يعني حتى في لي ماتش أميكو عديد المقابلات الدولية الودية والتظاهرات الدولية الودية مش كان الرسمية اللي في خلال المفاوضات اللي يقوموا بها قاعدين يدخلوا فيها في مبالغ محترمة ومحترمة جدا. نعدي لبروجي دافيات إضافة إلى المشاريع اللي تعرفوها من قبل ومحدش نذكروا بها في كل مرة، عندنا النزلة الجامعة التونسية لكرة القدم باش يكون في مستوى عالي إن شاء الله، تقدمت الأشغال 70% ونحن نتطرق إنه من هنا لمارس إن شاء الله يكون جاهز، فيه مساحة 2630 متر مربع تسع 72 شخص، يعني دوز إيكيب ناسيونال وبيان دو كلوب، وهذا باش نحاولوا. المشروع هذا ماهوش تجاري بحت ولكن ضمنيا يشربها جامعة التونسية لكرة القدم، خاطر ثما مبالغ محترمة كانت لكل المنتخبات الوطنية التونسية تقل وقت اللي يبدا عندنا نزل خاص بينا. بالنسبة لسونتر ميديكو سبورتيف قدمت الأشغال بنسبة 95%، وهذا أول مركز طب لعلوم الرياضة اللي مع الفيفا تعملوا كتجربة أولى في العالم، يعني سيتا بروجي بارتاجي تقريبا 50% 50%، شأنه شأن النزل. وفيه يونيتي ريديكاسيون دي ريكوبيراسيون دي ريهابيليتاسيون دي فاليسيون وثم بيسين دي ريكوبيراسيون، ثم لا كريوثيرابي اللي هي تكنيك تعرفوها شويه بالازوت ليكي اللي تعمل الا 140 120 درجه تحت الصفر ويدخل بها بالازوت ليكي يخرج بعد 3 4 دقائق، معناها يربحوا برشا وقت تاع ريكوبيراسيون. وثم حاجه اضافيه اللي باش نعملوا ان ديبارتمون دي فورماسيون دي ريشيرش سيونتيفيك، علاش؟ لانه نحن لي ريشيرش نعملوا فيه، معناها نحب نهي اللجنة الطبية وبعض الجمعيات على غرار الاسوسيسيون بان افريكان دو كارديولوجي سبورتيف، الجمعية الوطنية للطب الرياضي وغيرها من الجمعيات اللي قاعدين ديجا عملنا دو بيبليكاسيون تقريبا في مجال الطبي وبعثناها للفيفا وللكاف وقدمناها لتحسين حسين معناها الجهات الدولية، وان شاء الله نتطلعوا الى انه في المستقبل تكون الفيدراسيون مع لفاكولتي الميديسين تعمل دي ديبلوم. Je cite un exemple, when I was in Maiden, la médecine du sport, c'est جامعة شوية. تقريبا كل الرياضات. توا ثم في العالم الاختصاصات تمشي للجنود، تمشي للشبي، تمشي للديسبلين فوتبول، يعني سيتي سويت ان شاء الله التجربة هذه باش نخوضوها، ومشيت للاتحاد الدولي لكرة القدم وحكيت مع الديبارتمون كونسيرني وشجعونا وان شاء الله في المستقبل باش يكون عندنا. نقولوا التو جبنا حتى كاس افريقيا من خارج التراب التونسي الكل نعيشوه قبل ما نكونوا مسؤولين في الجامعه، كنا صحنا والتو نسيخوا ونهار باش نخرجوا من الجامعه نسيخوا على الفرصه وعلى البال وعلى المونت وتدي حتى مع بارفوا وساعات بالفرحه ساعات بالوجيع، كنا عشناه باش نعيشوه. مي ان شاء الله بس طيب الصحيح ومن غير ما نشارك من بعضنا ومن غير ما نمسوا من لي بيرفورمانس دولا تونسي. نجم انا ما نحبش سي محمد العالم. مي لي بيرفورمون. هذا بالنسبه لليكيب ناسيونال. احنا اليوم عندنا دي ديليغي من كرة القدم النسائية اللي يمثلهم السيد رئيس الرابطة ومشكور جدا على كل أفكاره النيرة اللي ساهم في تطوير كرة القدم النسائية من 2008 المنتخب النسائي أول مرة يترشح كأس أفريقيا وأول مرة يترشح دوزيام تور. يعني سينيور أولاد سينيور بنات جونيور أولاد عملنا في 4 سنين لي ميور بيرفورمانس اللي عملناه. من 2012 إلى حتى 7 كأس أفريقية من التالي تقريبا حتى حد من الفرق من السنة اللي طلعت بكأس العالم عملت لي بيرفورمانس تاع تونس في الستاتيك مون كيما هكا. عملنا تقريبا 4 مرات كاردي فينال. وديما نقول راهو مش معناها نصوبو توب، مش معناها هذا كافي، مش معناها راهو فرحنا وكويزي في بركا، نو. يبقى طموحنا دائما كاس افريقيا. يبقى طموحنا دائما دوزيام تور فما فوق كاس العالم، يبقى طموحنا دائما. مشينا مرتين كاس افريقيا جونيور، مشينا دومي فينال مرتين، مشينا مرتين كاس العالم ومشينا زي ما تقول نقعدوا على الاقل هكاك او نقدم. مي وانا عندي كاس مليان 80% ما نقولش حصر على كاس الفرق.
نقول لازم يوصل 100% على الاقل ما فيش حاجه 100%. هذا بالنسبه تقريبا بوليتيك ناسيونال.